لكن الشائع بقى عندنا في مصر بقسوة المزمن، كلمة كبد مزمن تساوي تليف. تمام. عندنا حاجة اسمها تليف الكبد. تليف الكبد ده مرض بيجي بعد شيء. أنا جبت زيت سخن ودلقته على إيدي، هفضل تعبان تعبان مش عارف إيه بتاع، لكن بعد 10 سنين حضرتك هتشوف إيدي تقول لي ده أنت أثر اتحرقت، في أثر الكبد كده. دخل التهاب فيروس سي بي أي حاجة إيه ما بيعملش. بعد سنة سنتين ثلاثة تغير شكل الكبد، خلايا تغيرت شكلها والأوعية الدموية تغير شكلها، فأصبح هذا الكبد متليف. تمام. تليف الكبد عندنا شقين كبار جدا جدا، بعاد جدا عن بعض. إما التليف، تليف يعني أو حاجة ليفية يعني تمسك الأوعية الدموية أكثر من الخلايا، يبقى الدم اللي داخل على الكبد مزنوق إني مقفل له الأوعية الدموية، يعمل ارتفاع في الضغط البوابي، وارتفاع الضغط البوابي هو السبب الرئيسي في دوالي المريء. يبقى اللي عنده تليف في الكبد وما عملش منظار يبقى عايز الضرب. تمام. لان هو مش هيعرف عنده دوالي مريء ولا لا الا لما ينزف. يرجع لا انا اشوفها قبل ما تتعمل. فاي مريض تليف كبد نشوف عنده دوالي، خاصه لو انا بالسونار قلت له انت ضغط البوابي عندك عالي، الدم داخل الكبد لا الدنيا مقفله فالضغط عالي، عايز سكه ثانيه يروح عامل دوالي المريء دي. يا اما يؤثر على الخلايا، يبقى شقين، يا اما على الاوعيه الدمويه عامل دوالي المريء، يا اما الخلايا اذا فشلت الخلايا في الاخر خالص بتعمل ما يسمى غيبوبه كبديه، اللي هي قبلها العيان يبتدي يدروخ ما يعرفش ولاده، يقول كلام مش مظبوط يعني كل ده. مبقاش فيه الوعي، بيبقى الوعي بيتغير، سيطر عليه مش بالظبط كده. عندنا نوع بقى خطير جدا يا استاذ محمود اللي هو الفشل الكبدي الكلوي. ده اللي عايز انبه عليه. دول كلمتين مش هنطول. يا ترى ده فشل كبدي وكلوي ولا كبدي كلوي؟ الله، ده كلمة واو، ده حرف واو، خلالي مرضين بعاد جدا عن بعض جدا. يعني واحد عنده تليف كبد وجاله فشل في الكبد خلاص، تمام، ولكن كلوته تعبانه بالصدفه. بالصدفه. يبقى الاثنين مع بعض يبقى في واو، يبقى فشل كلوي وكبدي في نفس الوقت، ده قصه ثانيه خالص. غير حاجه ضربت الكلى والكبد في وقت واحد، يحصل يحصل طبعا. اخطر الامراض اللي في الدنيا كلها الفشل الكبدي الكلوي، مش واه. ليه؟ الوا ده هغسله. وصلح ده لوحده وده لوحده. ده لوحده. واه. انما اللي مش الغسيل ما بينفعش فيه. وليس له حل سوى زراعه الكبد. ليس له حل. الهيباتورينا اللي هو الكبد الكلوي ده ملوش حل غير زراعه كبد. طيب بسرعه جدا. سؤال قبل ما نعمل الفاصل. هل ده مرض موجود عندنا؟ لا لا، نادر جدا جدا. نادر بس موجود. موجود بس يعني انا بشتغل عنايه مركزه بقالي 25 سنه شفنا حالات كتير. يعني حضرتك بس بالنسبه لبقيه الامراض هو قليل قليل، يعني ما هوش من الامراض يعني شفنا مثلا 40 حاله في 25 سنه. طيب.